قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام. كتاب الأذان، ما زلنا في كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا، طبعا هذا من صحيح البخاري، حدثنا أحمد بن يونس الكوفي قال: وحاتم الرازي كان ثقة متقنا. قال: نسائي ثقة. قال: أجل ثقة صاحب سنة. قال: بقى الخليلي زاهد ثقة كبير في العبادة والمحل. ابن قانع قال: كان ثقة مأمونا ثبتا. قال: حدثنا زهير بن معاوية أبو خيسمة من ثقات الأزبات. قال: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هنا وإسماعيل بن أبي خالد البجلي مولاهم الكوفي. الفسوي قال: كان أميا حافظا ثقة. وساق هشام وغيره. ابن خلفون قال: وأحد ثقات الأزبات. قال: سمعت قيسا، قيس بن أبي حازم الكوفي، ومن الثقات الثقة ابن معين وابن خراش أيضا، وان تكلم فيه الدرقطني. قال: أخبرني أبو السعود وعقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. اختلط على بعض العلماء في هذا الباب وقال إن هذه في قصة معاذ أيضا، والصحيح الراجح أنها ليست في قصة معاذ. الصحيح الراجح أنها ليست في قصة معاذ، هي كانت في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، تختلف القصة هنا وليست في قصة معاذ. في قول باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، طبعا في قول إتمام الركوع والسجود بحيث أن الواجبات لا تختل، حتى لا يفهم أحد أنه من التخفيف والاعتناء بالتخفيف أنه يختل الرك كالركوع والسجود، يعني يخفف مع إتمام الأركان الركوع والسجود. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فليتجوز إذا كان يعني إماما بالناس. وهنا لما يقول إتمام بالركوع والسجود على أساس أن التطويل، يعني أصل التطويل أن يكون في القيام، وهذه القصة كما قلنا قصة كانت مع أبي بن كعب. فعن جابر كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فما سمعه استفتحها، فلما سمعه يستفتح السورة الطويلة انفتل، يعني خرج من صلاته، فغضب أبي، يعني لما يفعل ذلك، فأتى النبي يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك الغضب في وجهه، قال: إن منكم منفرين. فكانت القصة لأبي وليست القصة لمعاذ. فغضب النبي ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خفاكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. وهو يقول له يعني في رواية أنه كان يتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. وفي رواية الطبراني عن عدي بن حاتم: من أمن فليتم الركوع والسجود. هذا التبويب مطابق، لأنه هو قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، كأنه قال وهو من السنة. طبعا لم يجزم لك بذلك على مسألة الكلام في الخلاف في نوعية التخفيف أو قدر التخفيف ما هو، والحديث يبين لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم منفرين. ولأن الحديث في حديث ابن مسعود قال: الرجل إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، والمعنى هنا أنه يدخل ويطيل في القيام. فلما يعني قال فليتجوز، البخاري أتى بالتفسير قال يتجوز يعني في القيام، فإنه يتجوز لكن يتم الركوع والسجود، حتى لا يفهم من التجوز هنا تقرير الركوع والسجود، لا بد أن تكون في تمام. وأصل التخفيف صراحة على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: ما رأيت أحدا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم،
ما رأيت أحدا أتم صلاة ولا أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي يخفف لكنه كان يتم صلاته بأبي هو وأمي. هنا المسألة بأن الرجل كان يتأخر عن الصلاة لما يعلم من أنه يطيف الصلاة، هو أراد أن يذهب إليه أن حينما يركع فأركع، كما يفعل الناس في زمننا هذا بأنه لو صلى أحد ويطيل ويعلم أنه يطيل حتى في القيام يبقى جالسا حتى يشعر بقرب الركوع فهذا فيكبر ليلحق به قبل أن يركع. ما أخذناه تامر، ما أخذناه احنا أخذنا حديث معاذ، ما أخذنا هذا سلفي أيضا وهم وقفز، ما أخذنا حديث أبي سعود. فقال الرجل إني أتأخر مما يطيل بنا فلان. شوف الرسول فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ أشد غضبا منه يومئذ. وكان السلام يغضب لأن هذا فيه تنفير، ولأننا قلنا بأن من مقاصد الشريعة أنك تنظر إلى مصالح العامة لا مصالح الخاصة، وإن كنت تأنس بالقراءة وبالصلاة وأن تطيل أطل لنفسك ولا تطيل عندما تؤم بالناس، حاجات الناس داعية. فلذلك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذة أشد غضبا منه يومئذ، كما قلنا لأن المسألة تعلقت بالعموم. وهنا أيضا فيه تأسيس وبيان لمسائل النظرة المقاصدية، وأنت ترى حتى في البيوع والمعاملات أنه نهى عن تلقي الجلب، نهى عن بيع الحاضر للبادي، كل ذلك بالنظر إلى العامة دون الخاصة، نظر إلى المصالح العامة لا الخاصة. نعم. ثم قال إن منكم منفرين، يعني أنتم بفعلكم هذا تنفرون، مع أنه ما أراد إلا الخير، وإطالة الصلاة أنس بالله جل في علاه، ومع ذلك قال أنت تنفر الناس. ولذلك نحن نقول دائما بأنك انظر في الوسطية فإنها عدول، فلا غلو ولا جفو. وهذا من أعدل النظر، وهذا لا ينظر إليه إلا الفقيه، وهذا من أعدل النظر وهذا لا ينظر إليه إلا فقيه. قال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وفيها كما قلنا بأن المرء لابد أن يكون أرفق بالناس وأحنى عليهم، وأن يكون أعلم وأفقه كيف يقرب الناس إلى الله جل في علاه، لا أن ينفر الناس من دين الله جل في علاه. فكلما كان المرء على الغلو والشدة يصل إلى رأي الخوارج، وكلما كان على التفريط والتسيب يصل إلى المرجئة. ونحن إن شاء الله نرجو أن نكون وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم. فيكون السنة هنا بأن يصلي ويتجوز في صلاته، معناها في تمام. وقال علماؤنا أقل التمام هو تسبيحات ثلاث، أقل التمام تسبيحات ثلاث في الركوع والسجود مع الاطمئنان، وعند القيام أيضا يكون ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، إلى آخر الدعاء. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، يعني لابد أن تراعي هؤلاء فإن لهم حظا ونصيبا من النظر في هذا الباب. نعم. الفائدة المستنبطة لا إنكار عند من عنده عذر، لا إنكار على المعذور، لأن الرجل يتأخر عن الصلاة ويعلم الإنسان أنه يتأخر، لكن كان عنده عذر، هذا يطيل بنا يصلي البقرة فأنا بذهب إلى النهاية. الزجر على الأفاضل في بعض الأحيين يكون نافعا، الزجر للأفاضل في بعض الأحيين يكون نافعا. النظرة المقاصدية بتقديم مصلحة العامة على الخاصة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.